تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين ديال القناة هذه دي. اليوم هو بحال الاستمرار في النقاش ديال النقاشات دي اللي كانت بدات في الحقيقة هذه شحال بديتها وتكلمت كنت بديت نقاشات على الفلسفة والدور الفلسفة في هذا ولكن مؤخرا طالما بديت تنتكلم على بعض المفكرين اللي اثروا في المجتمعات البشرية ولا في الفكر ديال المجتمعات البشرية وساهموا في التطوير ديال على الاقل يخرجوا بالقارة العجوز من ذاك العهد ديال الظلمات الى العهد النور الحقيقي اللي هو النور الفكري. فبغيت نولي نرجع نذكر باش الى بديت هاد لنا بغيت نبدا هذا المشوار هذا لانه غادي نشرح علاش. غنشرح علاش في البداية ديال هذا. يعني إذا بغينا نكونوا ناس تيحلموا في حقيقه بغينا نكونوا ناس تنحلموا اننا نقدروا نديروا التغيير ونقدر نديروا الثوره وفي نفس الوقت مقتنعين بالداخل ديالنا على اننا غير محتاجين لل... لل... للفلسفه وغير محتاجين لل... وغير محتاجين للفكر ونقدر نحقوا داك الشيء بلا هذا الشيء لانه الفلسفه غير تتحمق والايديولوجيا غير تتفرق جميل هذا النوع ديال التفكير هذا عنده واحد ل... عنده واحد المدارس في الفلسفه دابا هذا هو المشكل هو ان هذا النوع ديال التفكير اللي تعتقد على انه لا يمثل إيديولوجيا هو كاين كمدارس فكريه فهذا كاين وحده سميتها الطوباويه الطوباويين هذو اللي تيحلموا بشي حاجه اللي ما توقعش لو كما تيقولوا باللغه الفرنسيه وكاين الفوضويين عاوتاني الفوضويين هما اللي يعتقدوا على انه غيب بدون ترتيبات وبدون تفكير وبدون تخطيط وغا نطلقوها وصافي بالدارجه غير نطلقوها ونتبعوها اولا خصنا نعرفوا واحد المساله علاش انا مش تر... بزاف الناس دابا انا الناس اللي تينتقدوني واللي ناس مزيانين ضيفين واللي تحترموني تيحترموني يقولون لي انت زعما الايديولوجيه بطبيعه الحال شد الإيديولوجيا بزاف لانني انا تنعرف قيمه الايديولوجيه لان هذه الايديولوجيه راه ماشي شي عيب هذه الايديولوجيه راه هي اللي خصها تكون عند كل واحد فينا من الناس اللي تيحلموا ان ذاك المغرب يتغير في اي اتجاه بغينا انا اعطيكم مثال مثال امثله بسيطه ما سمي بين مزدوجتين الربيع العربي البعض تسميه ربيع الشعوب واختلفت الاسماء والنتيجه واحده آه الناس اللي كانوا في, في الميدان ديال التحرير في مصر كانوا ناس من الناس اللي امنوا بانهم راه بدون ايديولوجيه وداك الشيء باش يلحموا الشعب المصري حققوا الانتفاضه حققوا الانتفاضه والاسقاط النظام ديال مصر رغم انني يعني عندي تحفظ على هذاك الاسقاط ديال النظام ديال مصر واش كان فعلا يعني غير تحت التاثير ديال الناس اللي كانوا في ميدان التحرير او انها كانت ديك الرغبه المسبقه باش ان ذاك النظام يخرج من واحد القالب العجوز حسني مبارك وعائلته اللي طغات وسيطرات على الوسائل الانتاج وسيطرات على كل شيء كما داير الاسره العلويه يعني ماشي حتى لدرجه الاسره العلويه لكن تقريبا بنفس المنطق ربما الكم يختلف لكن نفس نفس النوع وكان خص عائلات اخرى تجي لان حتى العائلات اللي عن تتحكم في, في, في الاقتصاد ديال بلد ما ما تكونش كلها دائما تتفق بعض المرات يطوروا على بعضياتهم وهذا هو الدور هنا فين تيجي الدور ديال انك لكتي كنتي عثق في راسك من ناحيه الفكر ومن ناحيه الفلسفه راك غادير عا يقولوا لي شي خوت انت بهذا الخطاب راك تتخاطب مع واحد 10% ولا شحال 5% في, 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 في المغاربه نعم انا باغي نخاطب غير ديك 5% ولا لانني انا قريت ما يكفي باش نفهم بان الثوره الفرنسيه شحال النسبه اللي داروها قريت ما يكفي باش نفهم بان الثوره البولشوفيه شحال اللي داروها الثوره الصينيه شحال اللي داروها الثوره فيتنام شحال اللي داروها الثوره الامريكيه ش... باش بشحال بدات من الناس الى اخره فانا داك ال... داك الفهمه ديال العرام الشواري ديال الدبان وداك الشيء اللي, اللي تيبقاو يخلعونا به واحد يقول لك اه هذا الشيء هذا راك تهضر تت... عامه 5% واحد يقول لك اه 90% 99% من المغاربه مسلمين لاش عتناقش معاهم اللي... ما هو خرافي في التراث الاسلامي ولا لا ما ما تنخاطب الاقليه النوعيه وخليوني انا بغيت يبقاو عندي غير 500 يشاهدوا هذه الفيديوهات لا تنز... لا تنزعجوا أه اولا هو انه لما شكون اللي على الثوره شكون اللي على الانتفاضه ديال الشعب المصري نقضوا عليها الناس اللي عندهم الايديولوجيه اللي هما الجماعه الاخوه المسلمين جماعة الإخوان المسلمين ما يجيش واحد يقول لي واحد جماعة الإخوان المسلمين ما عندهمش الإيديولوجيا غير تحبهم الناس وتيبغيوهم هذاك الشيء دا، لا لا، نقضوا عليها لأنهم أكثر تنظيما ولأنهم لاش هما أكثر تنظيما؟ لأن تجمعهم الإيديولوجيا، عندهم واحد الإيديولوجيا تتلحم بيناتهم هذه الإيديولوجيا ديالهم هذه يعني تتمتد من من حسن من, من حسن البنا آه اللي راس بوتين اللي كانت تسميه انا ذاك الحركات التقدميه والحركات القوميه تسميه براتس بوتين اللي تتعني الرهبان يعني بحال المسيح الدجال الرهبان الخبيث هو هو مول هو الى قطب اللي هو ذاك السيد ديالهم وذاك الشيء هذا هو اللي قال القطب هو اللي قال انه أه على الب... يعني ان البشريه في الوقت ديالو هو اللي بغى يدير يعني يستلم الجماعه الاخوان المسلمين وبغى يمضي بها الى القدوم ذاك أه المايلستون ديالو معالم الطريق تيقول لهم بانه البشريه تقف على الهاويه بسبب افلاسها بعالم القيم يعني يبغى يحكم عليها من ناحيه القيم وهو نفسه اللي قال لك انه النهضه العلميه وصافي ادات الدور ديالها من القرن 16 الى هذا ودابا خص عهد جديد وهذا العهد الجديد بطبيعه الحال شكون هو خصو يحكم هو الاسلام رغم على انه الاسلام حكم من قبل ذيك الحقبه وما واكبش الثوره العلميه مشات العثمانيين لان العثمانيين يعني مع الهيلمان ديالهم حتى الجوامع اللي بناوهم هما كانوا تيجيبوا لهم مهندسين ايطاليين هنا باش نضحك انا ملي تيجي شي واحد بحال داك الدكتور الفايض وتيقول الناس العلم بدا بال مع مجيء الاسلام وهنا فين تنقول لكم التفكير والمعرفه الفكر والمعرفه التاريخ والمعرفه الفلسفه والى اخره تتحميك من هاد من هاد من هاد الدجاله قال الاسلام هو العلم مبدأ بدا حتى من الاسلام وملي تقول له طاليس اول واحد اللي تسال على مما متكون هذا العالم وطاليس هو اللي قال هذا العالم هذا اهم جوهر هذا العالم وما ما صنع هذا العالم هو الماء العالم كله تلتف حول الماء وجا من بعد في الاسلام معروف بأنه وجعنا من الماء كل شيء حي شكون اللي سبق طاليس ولا سبق القران يعني هذا بغض النظر على الايمان ولا داكشي راه تقدر تكون مؤمن وتصلي وتصوم وداكشي وما تصنطش لهاد الدجاله هذا لانه العلم جاب الاسلام، اذا ليش هما كاع الحضارات الاسلاميه حتى الجوامع ديالها، اقوى الحضارات الاسلاميه من بناء العثمانيه، حتى الجوامع ديالها كانوا تجيبوا مهندسين ايطاليين ومهندسين فرنسيين يبنيو لهم داك الشيء، كانوا ملي تيبغيو يتعالجوا تيجيبوا اطباء من دول اجنبيه، يقول لي واحد الرازي، تيقول لي واحد الفارابي، تيقول لي واحد ابن رشد، والفارابي اصلا أي يعني كل كتابات الفارابي على من اعتمدت؟ اعتمدت علاش على الحديث والسنه؟ لا، اعتمدت على القران؟ لا. اعتمدت اساسا في الجوهر اعتمدت على هو انطلق من قراءته الافلاطون الفارابي انطلق من قراءته الافلاطون وناقش الجمهوريه في فكره الجمهوريه عن افلاطون واعتمد على على ما سبقه من الاغريق سواء من اثينا ولا من ايونيا يعني بنى الفكر ديالو على الحكماء السبع ديال 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 دي الاغريق و سقراط و... وسقراط وافلاطون وارسطو ومن تلاهم والمدرسه الصفصائية الى اخره اللي تعرف هذا الشيء ما يقول به واحد وهذه ماشي اهانه لل... لل... للاسلام لا بالعكس هذه اهانه للدجاله اللي تيبغيو يحطوا الاسلام في موقع ماشي ديالو الاسلام عنده على الشغل الروحي والشغل الاجتماعي والى اخره عنده حتى مع العلم وصنع العلم والعلماء لا يعني لما نتحدث عن ابن رشد كذلك ابن رشد على عكس الفارابي بن رشد كازا على ارسطو وداكشي اللي دار ارسطو من تما بنا علماء نفتخر بهم كما كما نفتخر بالعلماء ديال الانسانيه كلهم ماشي نفتخر بهم حيت قال اشهد ان اله الا الله والاخر ما نفتخروش به حيت ما قالش لا ولكن من الخطا الفادح على انه واحد يقول ان العلم بدا مع الاسلام هذا راه باغي ياكلكم وهنا فين تيجي الدور ديال, ديال ديال انك خصك تثقف نفسك لان كما هادو هادو هما اللي من بعد تيكونوا مهيئين الناس باش يجيو ينقزوا عليهم ناس ما ضربوش فيها تماره اذا هذا الـ يعني الجهد ديال الشعب المصري في الاخر نقضوا عليه ناس اللي هما مؤدلجين عندهم ايديولوجيا ديالهم قائمه عارفين راسهم واش نبغاو وعارفين انه قطب تيقول لهم بانه خصنا نديروا الامه بالاسلام باش ننتصروا هذا خير دليل ونفس الشيء وقع كذلك في, في تونس تقوت جبهة النهضة لأنها هي عندها مؤدلجة عندها واحد الإيديولوجية صالحة لذاك النوع الفكر وذاك المستوى المعرفي والتعليمي والفلسفي وهذا ديال ذاك الدول اللي مفصلة لهم كمصر وكتونس وكا حنا في المغرب مثلا وكا الجزائر دائما يربحوا هذوك لأن الإيديولوجية ديالهم تتخاطب العاطفة وحنا العقل ديالنا كدول هنا العقول ديالنا غيبت على كل المستويات سواء فيها باستعمال الدين وباستعمال التقاليد التافهه ديال الناس وبها بالمستوى الهزيل ديال التعليمات ديال ديال التعليم ديالنا مع تفاوتات نسبية الى اخره يعني ما يمكن يربحوا هذه الايديولوجيا لكن هنا هذا نقول لك انا ليش نظام كان نظام الملكي في المغرب وصل انه منع الفلسفه من الجامعات ان ديك الشويه اللي يقراو ديك الشويه ديال الفلسفه هادوك قادرين يديروا الفرق وهو كيعرف بانهم قادرين يديروا الفرق علاش عبر التاريخ كله عبر التاريخ كله التغيير اتى على يد فكر جديد اللي كانوا تيمثلوا مفكر او اكثر او مدرسه فكريه كامله انا فايت درت هذه المداخله ولكن غنولي نقولها غير بعجاله لما كان الحكم الدراكوني مسيطر على اثينا الشغل جلس هذا وغادير والتحام وما كاين لا ايديولوجيه لا فكر ما حتى بان واحد واحد اللي في الاصل كان شاعر اللي هو صولون صولون هذا احد واحد من من دوك السبعه الحكماء اللي تسميهم الاغريق الى جانب طاليس والى اخره كاين اللي من اثينا وكاين اللي من ايونيا وصولون هذا جمع جبوش الحال هذا صولون هذا كان يعني كان سابق الاوان ديالو راه تنتكلموا على اربعه حتى اربعه ونص ديال القرون وحتى الخمسه ديال القرون اعتقد قبل الميلاد لم بقيت عاقل بالضبط قبل الميلاد تنهضروا على 2500 ولا 2450 عام هذه قبل الميلاد جا ما عجبوش الحال ذاك الحكم الدراكوني وما عجبوش الحال بان دوك النبلاء وذاك الشيء مسيطرين على الاراضي كلها ومسيطرين على الخيرات وبلوا بانه هناك طبقه شعبيه في اثينا تتكون اللي قادره قادره تكون طبقه ثوريه وكان تيقصد داك الساعه التجار والحرفيين و... آه يعني الناس اللي بحال غنقولوا نشبا ما نقدروش انا نقولوا عليها البرجوازيه شي شويه في ذاك الوقت بحال المثال البرجوازيه في ذاك الوقت آه ما فعلا ما كانش آمن هو انه خصو يشد الارزاق ويوزعها ويشد يعني الممتلكات يوزعها على الناس ولكن امن بانه شويه يعني شويه تصدير شويه ديك الفوارق ما تبقاش هائله وتقليص الفقر فعلا بالفضل ديال سولان ونظريه سولان تحسنت الاوضاع ديال الاغريق وبانت فعلا طبقه اللي قدرت دير ثوره وحتى لدرجة انه واحد الوقت بان حزب ديال الفقراء اللي تسمى حزب الجبل واللي واحد الوقت انتصر واسس الديمقراطيه حكم اغلبيه الشعب يعني ما داروهاش من عن الفكر لا داروها لان جا واحد فكروا ان الفكر ديالو قنع هاد الناس ووصلهم بانهم يقتنعوا به تنجيو حنا في القرن واحد وعشرين تنقول لك غيب الفكر ديالنا وغيب العقل ديالنا وخرج بالحماسيه وملي تخرج بالحماسيه انت شنو غيكون شنو هو القائد ديالك شنو هو البوصله ديالك شي واحد تيعطيك التعليمات هذاك اللي تعطيك التعليمات وتيوريك من دوز هذاك راه عارف عارف راسو فين باغي يوصل وغيوصل بك واقرب طريق للقلب ديالك انت في المغرب هي الدين يا الدين والحماسيه وفتالي ياكلوك وحنا جربنا شفنا كاع التجار ديال الدين كل واحد فيهم في اخر المطاف كي تيولي وشفنا كاع هاد الملحاسه اللي خرجوا دابا بغاو يوليو يديروا راسهم زعما راه هما هما مع الشعب وداك الشيء ولاو تاع هما تيعتمدوا نفس الخطاب والاستغلال ديال الدين والركوب على الدين اللي تيعتمد على ها هذا النظام الملكي هذا اذا إلى ما يعني. قريتيش راسك وما وعيتيش راسك وما تصنتيناش ملي نكونوا تنحاولوا نبسطوا لك الايديولوجيه والفكره راه حنا تنحاولوا نبسطوا لك ادوات الفكر باش انت تفكر انا راه ما تنقول لك لا اجل الشيوعيه لا اجل الليبراليه لا سير لما عرف راه يعني تنقول لك ها الادوات التفكير وهل المدارس وها التاريخ اش قال وها شنو كان وانت حكم عقلك ملي يجي يهضر معك شي واحد تقول هاد الهضره ديال هذا تتشبه هذا الشيء اللي داز وهادشي اللي داز ها هو التاريخ اش قال وهاد التجربه وهذا الى اخره بدون السقوط بأنهم نطيحوا في الفالسيز وداك الشيء والتفكير ديالنا سليبري سليب سليب سلوب ولا شي حاجه لا ولكن تيكون عندنا واحد لا باز تنبنيو عليها وتنحلوا بها وتنقيموا بها الادوات اما للدين مكانه في المجتمع ما ينفي حتى واحد وله قيمته ولا هو ما يستحق من احترام كل الديانات لكن للعقل وللفلسفه وللفكر اهم مكان في المجتمع باش تسيرنا باش نطوروا باش حنا نقدروا نوليو منافسين في التعليم وفي العلم وفي الى اخره الى اخره راه ما تنقولكش ما تبقاش روحاني باش تكون كاين علماء اللي احترموا العقل واحترموا المنطق واحترموا وحافظوا على الروحانيه ديالهم بزاف العلماء ديال ديال ديال, اللي عليهم والفلاسفه تنسمعوا عليهم راه عندهم ميولات يعني ميتافيزيقيه في هذا الوقت لكنهم عطاو العقل وقته عطاوه قيمته واحترموا الدور ديالو في المجتمع هذا هو اللي كنت باغي نقول اليوم هذه الرساله لانني غنبدا وغنعاود عاوتاني من جديد وغنبدا نتكلم معاكم على على هذه المدارس الفكريه وعلى كيفاش بان هذا الفكر و... واهميه هذا الفكر لانه اساسا فين باغي نوصل انا باغي نوصل انه الناس يتعرفوا على ذاك الشق ديال الفلسفه اللي انا تكلمت عليه شي اكثر من مره من قبل وانا عاود اللي هو الفلسفه السياسيه اللي هو به تغيير العالم وتغيرت الانظمه وجات انظمه وطاحت انظمه لانه الفلسفه السياسيه عندها تتضمن في الطيات ديالها جوج ديال الامور اللي هما قلال عندها نورماتيف وعندها البريسبريكتيف يعني البريسبريكتيف عندها البريسكريبتيف عفوا البريسكريبتيف ما تبغي تخرج لي انا ديسلكسيك البريسكريبتيف مهم والنورماتيف مهم النورماتيف لاش مهم هو انك النورماتيف غير تشوف مثلا شي بحال نقول لك واحد الهضره نورماتيفيا يعني نقول لك مثلا إذا إيه كنت انسان على خلق راه الناس هيحترموك ما تنقول لك كون انسان على خلق ولكن بريسبكتيفيا نقول لك انا الانسان اللي تحترمه الناس راه انسان على خلق وداكشي تيحترمو ماشي تيخافو منه انسان على خلق وطيب والى اخره يعني الا بغيتي تكون انت الناس يحترموك خصك تكون كنوريك شنو ندير تنوريك كيفاش توصل لواحد النتيجه وهي فيها هاد الجوج هادو الشيء اللي جعلها انها غيرت المجتمع وهنا فين تتجي القيمه ديالها وهنا فين تيجيو ابرز الاسماء ديال الفكر اللي عرفناهم كلهم مارسوا الفلسفه السياسيه وتحدث منذ صولان تنتكلم حتى الناس اللي يعني نقولوا نساليو الفلاسفه ديال الكبار نقدر نقولوا ماركس وانجلز وما بعدهم وغرامشي والى اخره اذا لحد هنا غنتوقف وتنتمنى يكون كلامي تفهم ماشي بنادم تيبقى اول تيسمع اي كلمه وحده اول فيها وتركب عليها لا لان راه ما تصور والو هذا هو اللي كاين تحياتي لكم والى اللقاء